إذن أحوال جوية غير مستقرة في المملكة يوم الأحد، وبدء استقرار الأجواء اعتبارا من الاثنين، وارتفاعات متتالية متوقعة بمشيئة الله تعالى على درجات الحرارة في المملكة لهذا الأسبوع. هذا كان كل ما سنستعرضه الآن في النشرة الجوية الأسبوعية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. إذن بعدما تأثرت المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تبلغ ذروتها اليوم الأحد، إذ يتوقع أن تسقط زخات وتحتوى زخات رعدية من الأمطار في أجزاء أوسع من المملكة، لكن تبقى في ذات النسق وهي زخات عشوائية من الأمطار. يتوقع في بعض الأوقات وبعض المناطق المحدودة أن تكون غزيرة بما يكفي لأن تجري بها الأودية والشعاب، وأن تتشكل السيول خاصة في مناطق البادية الشرقية مثلا. درجات حرارة منخفضة إجمالا، والطقس بارد في ساعات النهار وبارد في ساعات الليل. العظمى في العاصمة عمان مثلا اليوم 14 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة مئوية، وأيضا 18 إلى 12 في المنطقة الشمالية، 12 إلى 8 في جبال الشراء، 16 إلى 8 في المنطقة الجنوبية، 24 إلى 17 في العقبة، وليست بمنأى عن فرص الأمطار الرعدية، وتصل إلى 20 درجة مئوية في البادية الشرقية والصغرى 8 درجات. تنبيهات عدة اليوم في الحالة الجوية بشأن هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي. يوم الاثنين تستقر الأجواء ويطرأ ارتفاع قليل على درجات حرارة، تبقى درجات حرارة يوم الاثنين أقل من معدلاته، وبالتالي الطقس يبقى بشكل عام مائل للبرودة في ساعات النهار ويبقى باردا في ساعات الليل. الأجواء تكون غالبا مشمسة، يتشكل الضباب في ساعات الصباح. بعض من مناطق المملكة يكون به الضباب كثيف، مثلا مناطق الطريق الصحراوي، أجزاء من زيزي، وربما مناطق قريبة من منطقة مطار الملك علياء الدولي، يتشكل بها الضباب في ساعات الصباح نتيجة ارتفاع في نسب الرطوبة. وكما نلاحظ درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان 16 درجة مئوية في ساعات النهار، 18 درجة مئوية في إربد، 13 درجة مئوية في جبال الشراء، 18 درجة مئوية في البادية الجنوبية، و24 درجة مئوية في خليج العقبة، في حين تكون 19 درجة مئوية في البادية الشرقية بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء يتوقع أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها، سيكون هناك ارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة، تصل في العاصمة إلى 18 درجة مئوية في ساعات النهار. الطقس يكون خريفي لطيف مائل للبرودة بشكل عام في ساعات النهار، لكنه باردا نسبيا بشكل عام يمكن أن يوصف في ساعات الليل. الأجواء تكون مستقرة في مختلف مناطق المملكة، تصل مثلا في جبال الشراء إلى 15 درجة مئوية كما ذكرنا، في العاصمة عمان 18 درجة مئوية، في إربد 19، في البادية الجنوبية 18، في خليج العقبة 27 درجة مئوية، وفي رويشد حوالي أو البادية الشرقية أيضا 20 درجة مئوية. المزيد من الارتفاع درجات الحرارة يوم الأربعاء مع نشاط قليل في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية، قد يفضي ذلك إلى زيادة الإحساس بالبرودة، ولكن الطقس خريفي لطيف مائل للبرودة نهارا، يبقى باردا نسبيا في ساعات الليل. لا تغيير هام على الحالة الجوية يوم الخميس ويوم الجمعة، مع باستثناء ظهور بعض السحب والغيوم. بمعنى آخر أن هذا الأسبوع متوقع أن يستقر بشكل تام بعد يوم الأحد مع حدوث ارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة. نسأل الله الغيث والمزيد من الغيث والمزيد من الأمطار أن يعم علينا خلال قادم الأيام. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في هذا الأسبوع. أتمنى لكم جميعا أسبوعا مباركا أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.